أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نستعين بك ونتوكل عليك، ولا إله إلا أنت لا رب سواك. اللهم اصلحنا واصلح أحوالنا واصلح أعمالنا واصلح ديننا واصلح دنيانا واصلح عاقبتنا. اللهم اصلح علماءنا واصلح متعلمينا واصلح حكامنا واصلح محكومينا واصلح أرواحنا واصلح أنفسنا واصلحنا واجعلنا من الصالحين. اللهم اغفر لأحمد رضا خان وشفع له وادخله في سيح جنانك، واغفر لنا ولأمواتنا وأمة محمد أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعلي كلمة الحق والدين، واجعلنا من الظافر المؤيدين. بحرمة النبي الحنين الصادق الوعد الأمين المرسل رحمة العالمين محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، وبحرمة مالك أزمة المتصرفين شيخ الكل السيد الشيخ عبد القادر محي الدين جيلاني، وبكافة الأولياء والصالحين رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين. نستعين بك ونسألك أن تغفر لنا وترحمنا يا إله العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه.